والحالة تعبانة. المطلوب ابني. الحالة تعبانة. ايش محتاج؟ تومر، ايش تحت؟ الحالة تعبانة. تومر. هذا شيء بمنعته. بسيطة. والله حلني تجيت لهنا. عندك اولاد؟ انا عندي عباس وفاطمة، هي فاطمة مهترقة ورقية وحلام. الله يخليها لك. الله يحفظك. الله يبارك. محتاج دعم؟ اي محتاج. تومر. كفو. تليفونك وين؟ كفو. معاملتك اوراقك جاهزه؟ كلها جاهزه. ليش مجاهزه من الشباب الحين تبي تعطي؟ خلنا نشوف دوره الرئيس. ما يخالف، هاي نموذج. اريد اشكي لك معاناتك. احنا من المحمود يسطا. بلي. معاناتك صعبه. شوف هاي الترك بسيطه. خلنا نحكي عن مشكلتك. مال قرض واجيك اسمع لك المشاكل وتدلل. انا يعني ما عندي مشكله، انت تحلها يا استاذ. تومر. تومر تومر صح. والله 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 بسيطة يا ابني بسيطة. اسم حضرتك؟ اسمك 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 علي عبد الله حسين. ليش ما تشوف؟ استاذ هسه نشوف المعامل. ليش ما تشوف عطلان؟ والله ما اعرف اجراءات قانونية ما اعرف ما اعرف مرات الاجراءات زي احنا ما نقول يعني طلعوا لي كذا استاذ كلها كاملة كلها كاملة كلها كاملة بس شغلتي وصولية صار صار كلها شغلتي صار بسيطة صار بسيطة 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 بس هاني أرجع لسيادتك بسيطة أشكي معاناة أهلي عراقي كلهم على الأسف الشديد يعانون هذا الفساد وهذا الفوضى وعدم وجود من حكم عراقي بطريقة صحيحة وداكم هالوضع بس إن شاء الله نعبرها أنت موجود ونصلحها نعبرها 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 إن شاء الله نعبرها نعبرها إن شاء الله نعبرها بسيطة أنا جايش قعد أنا جايش ما دام الخيرين موجودين بني أستاذ بسيطة خير إن شاء الله تدلل بسيطة شو أمورك؟ شو صحتك؟ وين أهلك؟ في دوار وحدك وين أهلك؟ أنا أهلي البلدية. البلدية. عندك اليوم جاية؟ عندي وياك كلكم روغي مو بالدار. تمرين. أنا مولية. إيه. أنا رجلي متقطع. بلي. الله يكون بعونك. الله يكون بعونك. وصلت الرسالة. سحبت الأسكار. إيه. أمورنا زينة والحمد لله. بلي. سيارة شير اشترينا ونمشي نمشي بيها وكل شيء رجت عدت. إجت كورونا ماكو بعد. صحيح. وقف. 362 ومن أسكار يطلب لها 7 أشهر أي صيلة البارحة وين أروح؟ إيش يطلب 7 أشهر؟ 7 أدور وحلها 180 بالشهر أجنة 180 بالشهر؟ أي 180 بالشهر أجنة 7 أشهر ليش قاعد؟ الحين مسددة قبل تخلص يعني 7 أشهر مسددة ورا ما مسددة 7 أشهر صار إجراءات مع الكورونا مسددين بسيطة جديدة إذا سددت شو يصير؟ وش ما يصير؟ كم دو يا انا انا سدد لي صح سدد تدلي بدي اروح الهند بدي اجي انت تدلي بدي اروح صدق العمر لا لا بدي اروح لك تدلي انا جاي 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 ابي شي تخدمون الناس طبعا زين وعد الناس تساعدهم بموضوع القرون حتى تجي مبادره لاسكان المواطنين ان شاء الله يعني احنا نتمنى المبادره تجي وايد يسيرون عليها تجي مبادره خلال اسبوع نطبقها ان شاء الله بالمطلوب انتم شلون توفرون الاموال ان شاء الله وبدون فوائد بدون فوائد اكيد ولفتره طويله احنا قلنا 10 سنين ما 20 سنه 20 سنه حتى يصير عليهم اجر ان شاء الله موفق ان شاء الله وعد واكرم بالقرار شو امورك؟ الله يحفظك سيدي. ايش صار لك هنا تراجع؟ والله فترة قليلة ايش عندك؟ والله عندي تنزيل وانا عندي توتر والله شوي رحمة الله، ايش عمرك؟ عمري 28 سنة سيدي الله يعوضك ان شاء الله ايش محتاج؟ الله يسلمك يا رب
حبيبي لا تبكي. احنا نقصد من دولة الرئيس اللي متعثر من الاغصاب قصد الاحياء على 24 شهر لمده سنتين بحيث نخفف عنه بالاجراءات. شو عندك نقص بالمعامل مالتك؟ هذا مستلم. مستلم؟ مستلم، لا مستلم بس عنده تسديدات متاخر بها. بلي. فيجون يقدم لنا طلب ونقسط له المبلغ. موفق ان شاء الله. شد حيلك. الله يحفظك سيدي. نعم تحدياتنا كبيره، ظروفنا صعبه، مشكله. ان شاء الله ما تقصروا ان شاء الله. نعبرها كلها بوجودكم وجود طيبين ان شاء الله. شو عندك ابني؟ السلام عليكم. سلام. الله يعزك. انا ما منطي من شهر 2000. بلي. علي القرض 2,400,000. بلي. نعطيت 1,400,000 باقي علي 1,000,000. قسطك اياه ما يخاف، بس قدم طلب مليون. قسطك. قدم طلب تقسيط؟ قدم السيد. قدم 1,000,000 باقي علي. هاي السنة الجديدة عليها 7 أشهر. ايه. 1,500,000 و7 12. جيت اسدد هسه يقولون عليك 14. ليش؟ ما فوائد مسوين عليها؟ لا مو فوائد. 20 غرامات احتمال 14 وعليها فوقها 196. وين معاملتك؟ موجود عليك. بس اسم حضرتك؟ عادل احمد الفلس. تابع الموضوع. صار. يعني عليها شهرين زيادة و190. شهرين. ليش؟ صار. السبب؟ لا بسيطة. شيك بس مشيك. تصير مشاكل. لا يلا تنحل ان شاء الله. كل عراقي يستحق من عنده بيت، يستحق نحفظ كرامته، وهذا شغلكم هو يساهم مساهمة رئيسية بحفظ كرامة الناس. إما نعطيه قرض وبالقرض يبني له بيت ويحفظ عائلته. أطلقنا مبالغ كبيرة وراح نستمر نطلق بهالمبالغ حتى نوفر ظروف اللي تساعد المواطن بين يختار حياته بالطريقة الصحيحة. المطلوع لكم تسهلون المعاملات وتجاوز البيروقراطية. نحتاج نخصص آليات لعوائل الشهداء، نعطي مسبقية ضحايا الحروب، ونحتاج تسديد يكون بعيد. كانت في السابق 10 سنين، الآن صار الحمد لله والشكر بجهودكم وبقى الحكومة 20 سنة وبفوائد بسيطة أو بدون فوائد. مع كل هذا حتى المصارف الأهلية أطلبنا معتهم الفوائد تكون فوائد بسيطة قليلة. بالنسبة لمصارفكم بدون فوائد مطلوب شلون نساعد الناس. الناس مستحقة وقاعد يشوفون عندنا عشوائيات الناس لأنه قاعد تبحث عن مأوى. نحتاج 1,000,000 وحدة سكنية، فخلي الناس تساعدهم حتى هم يساهمون في توفير السكن لهم. إيش عندكم تحديات مشاكل إحنا جاهزين لها ذللها. الناس طلعتها حقوق عليكم وعليها، لا ننسى هاي. وهذا القرض البسيط بدون فوائد يسعد الناس. هاي السعادة ترى تخليكم مرتاحين، ضميركم مرتاح، عوائلكم مرتاحة، وإحنا نكون مرتاحين اتجاه شعبنا وناسنا. ما عندي تليفون؟ ما عندي. تجي وياي المكتب، تعي وياي المكتب. تجينا هنا خذ وياي المكتب. تجي وياي المكتب. هذا السؤال الله يرضى عليك. خذ وياي المكتب. لا يغشك شات ويا ذي بيسرح. هذا وقتك من يضرب الكلمة يرد على رسلك. أنت مو نسر الحمام. شازرازير الوقت جنحك تهلسه، اصبر وبالك تطير. إيش ما تكون الدنيا شرسه. يا حلات اللي يرصد من اللي يرشمس. أريدك تصبر وتظل وياني. لأن وطيت حق اليتيم إن شاء الله. وطيت حق المحتاج. بسيط تدلليني أمي. تدلليني. تعال زين يلا. خذوا يا المكتب جيبوه. زوجي متوفي وماخذ قرض وباقي عليه 11,000,000 وعندي بس المعين ابني. إيه. وما أعرف الحالة شو أسوي، وصار له 7 أشهر من توفي ومحتارة بوضعه وأمري، وهذه ورقة الوفاة وعندي عمه معدوم سياسي. هو الغالي باسمك لو باسمه؟ إيه باسمي. لو باسم الزوج شو؟ محتارة شو أسوي؟ دولة الرئيس لو باسم الزوج. لأنه كان معين. إجي إذا قرض ما تجي. أستاذ بقى مبزلني عليه. إجي باكر. يعطي ورقة بقى يا البنية. وما عندي معين، عندي ولد واحد. تليفون إيش كتبيته؟ تليفوني. عندك تليفون؟ برا بالاستعلام. بس رقم بسيطة بسيطة ياخذ. بس ياخذ مش أنا سالج منه. أروح لك 60 في الدوار. أروح لك 60 في زين. أنا ندار على عمرك.
يا بعد وصلوه البيت فدوه صح. يلا صدق عمرك اروح بسيطه صدق ربي بسيطه يا ابو عبد الله احفظ هذا الرجل مو تلوقني له حتى لو ما تطيني عوف ما دام قدرتني وجبتني هنا يما الهي بحق محمد وال بيت محمد عندك بسيطه الهي بحق الحسين الوجيع عندك الهي بحق العباس الهي بحق علي ابن ابي طالب بعتك بالحرام بسيطه يلا بسيطه بسيطه يلا بدور وعلي سلميني على الجهال يا بعد قلبي يلا بدور وعلي